شو برامجنا لليلة عبر شاشة الام تي في؟ بتبدأ البرامج بمسلسل نيران صيفية اللي عم يمرق يوميا على الساعة 6 المساء، بيتبعوا إعادة لأصحاب 3 على الساعة 7 إلا ربع المساء يوميا. أكيد متابع مسلسل مافي بنجاح كتير كبير بحلقاته الأخيرة، اليوم منشوف الحلقة ما قبل أخيرة على الساعة 8:30 المساء من بعد نشرة الأخبار. خلينا نشوف مشهد ومنر. فارس، شو عم تعملوا هون؟ تفضلوا. كتير منيح إنه الكل موجود هون، هيك بضمن انه الكل راح يعرف اللي بدي اقوله. خير في شيء؟ انتوا كيف تجوا لهون من دون موعد او تليفون؟ بحق لنا نيجي بلا موعد. في شيء كثير مهم لازم نتصارح فيه نحن وياكم. تفضلوا اقعدوا، دون زكية تفضلي. معلش يا اسماء، ما بدنا نقعد. ابو سامر كان عندي قبل ما يجي لهون. هذا الفرد اللي انقتلوا فيه أهلي، هذا الفرد اللي كان القاتل دافنه بالتراب بعد ما ارتكب الجريمة، أو القاتلة اللي دفنته، وهذا الفستان كمان كان مدفون بالتراب. لوين يا ست هالة؟ طلع ارتاح بأوضتي. ما بدك تعرفي لمين هذا الفستان والفرد؟ انت ما قالك معي شيء، انا بدي اطلع ارتاح. بلا إلي معك. شو صاير لك فارس؟ انت كثير عم بتزيدها. انا ما بسمح لك تحكي هيك مع الماما، واصلا هي ما خصها. المشهد يلي ناطرينه كل الناس الليله بتحضروه بحلقه ما في على الساعه 9:45 من بعد نشره الاخبار، وهي الحلقه ما قبل الاخيره. بذكر بانه منا وجر الليله مع نيكول سابا، واكيد كل الاشخاص اللي معودين عليهم رح يكونوا موجودين لحتى يتابعوا او نتابع نحن وياهم كل شيء عم بيصير عبر شاشه التلفزيون. اما هلا فرح انتقل لعند تينا والشيف جاد على المطبخ لشوف شو الوضع. انا سامعه حرتقة، سامعة أو شم ريحة حلوة. هاي دانيا وجاد مقلع بالأكل. شو عنا اليوم؟ جاد بلع. جاد موجود اليوم. عاملين تات بالكابريزي، نحن معودين الكابريزي ناكلها مثل سلاد أو ستارتر رانيا. فاليوم ما بعرف كيف رح يجمعهم اثنيناتهم مع بعض. دايما عنده طريقة. اخدين غراض الكابريزي ومركبينه بغير طريقة. هلا رح نشوف كيف، رح نشوف سوا بعد. يلا أنا كمان رح أشوف مع المشاهدين بعد البريك.